مشاهدينا، وفي موضوع آخر وجولتنا الميدانية الثانية راح ناخذكم إلى مستشفى جابر الأحمد اللي شهد إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات الطبية بالكويت، واللي يؤكد على مدى كفاءة الطواقم الطبية الكويتية وقدرتها على الإبداع. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أول مرة على مستوى البلاد يستخدمون مستشفى جابر الأحمد جهاز الروبوت لإجراء عمليات جراحية للعظام، وهذا يعني الإنجاز يضاف إلى إنجازات مستشفى جابر والطاقم الطبي المجتهد واللي يعمل في هذا المستشفى. نقول قواهم الله. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مستشفى جابر الزميلة لمى، مراسلة تلفزيون دوت الكويت. صباح الخير لمى، وطبعا اذا تكلمينا عن هذا الانجاز الطبي واللي يعتبر الاول من نوعه باستخدام الروبوت في طبعا الكويت وخاصه في مستشفى جابر الأحمد. نعم، في البداية بالفعل مثل ما ذكرتم هذا الإنجاز طبعا يضاف في السجل الحافل لوزارة الصحة. نتحدث اليوم زملائي عن أنامل وطنية طبية تجري عمليات جراحية معقدة، ولكن في المقابل هناك أنامل آلية تكنولوجية رقمية تساعد وتساند الفرق الجراحية في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة. اليوم كما تعلمون جراحات الروبوت اقتحمت عالم الطب بقوة وتربعت على العديد من التخصصات الطبية. كما تعلمون زملائي، في الأمس القريب مركز صباح الأحمد للمسالك البولية استخدم أحدث ما توصل إليه الطب في جراحات الروبوت لإجراء عمليات جراحية معقدة، وها نحن اليوم في قلب مستشفى جابر ولأول مرة على مستوى البلاد، وتعتبر هي خطوة استثنائية استباقية في إجراء أو في استخدام جراحات الروبوت لإجراء عمليات جراحية تتعلق بأمراض العظام والإصابات. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز المستحق، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتور عويض المطيري، وهو رئيس مجلس أقسام جراحة العظام في مستشفى جابر. يسعد صباحك دكتور في البداية. حياكم الله بمستشفى جابر، وجزاكم الله خير على التغطية. حياكم الله دكتور. كما تعلم قبل قليل كنت في داخل أروقة العمليات الجراحية، وتعتبر هي أول عملية جراحية في البلاد. جهاز الروبوت يقود اليوم إجراء هذا السيناريو لإجراء العملية، ولكن تحت إشراف الخبراء الجراحين. حدثنا عن أهمية هذا الإنجاز المستحق. نعم طبعا، بالنسبة للروبوت وعمليات الروبوت في جراحة العظام ابتدت من يمكن مدة 4 أو 5 سنين فاتت، والحمد لله صار لنا سنه تقريبا نشتغل على ان ندخل الروبوت في عمليات الجراحه تبديل المفاصل في الكويت، وفضل من الله اليوم استطعنا اليوم هذه اول حاله نسويها ان شاء الله باذن الله في مستشفيات الكويت وزاره الصحه. ويتميز طبعا الروبوت انه يقلل نسبه الخطا البشري، لكن هي ما هو عمليه كامله عن طريق الروبوت بمساعده الجراحين، وتعتمد بالاساس على الجراحين، لكن تساعد في قلل الايرور مارجن او هامش الخطا عند الجراحين، بالتالي يرتد على المريض انه يكون نسبه الرضا عاليه ان شاء الله. جميل دكتور، في خاص في اي نوع؟ المرحله الاولى خاص في اي نوع من امراض العظام؟ نعم طبعا الروبوت هذا خاص في تبديل المفاصل، ان شاء الله ابتدانا الان في تبديل مفاصل الركبه، يعني مستقبلا ان شاء الله هنروح على تبديل مفاصل الحوض ثم مفاصل الكتف، وايضا الخطه المستقبليه ان شاء الله انه راح نروح على الجراحات الملاحيه للعمود الفقري ان شاء الله باذن الله. جميل، يعني ستشمل جميع جراحات العظام. دكتور كما تعلم يعني التكنولوجيا المتقدمة في جراحات الروبوت مثل ما ذكرت قبل قليل لديها نتائج قد تكون أفضل من الجراحات التقليدية. لجأتم إلى هذا المسار أكيد لوجود مميزات متعددة لجراحات الروبوت الخاصة بجراحات العظام، حدثنا عنها. نعم صحيح، بالنسبة لجراحات الروبوت الهدف منها تقليل نسبة الخطأ والمضاعفات، بالإضافة إلى زيادة نسبة رضا المريض. فبالتالي الروبوت الموجود عندنا حاليا يقلل نسبة المضاعفات وعدم رضا المريض إلى أكثر من النصف عن السابقة، وهي بالسابق كانت أقل من 20%، فالآن ممكن تكون يعني بالكثير 10% أو أقل من 10% نسبة المضاعفات أو نسبة عدم رضا المريض. بالإضافة إلى أن المشاكل التقنية اللي كانت ممكن تصير بالنسبة للخطأ البشري الآن
نتحاشاها إن شاء الله بإذن الله عن طريق الروبوت بإذن الله. جميل، أكيد هذا الإنجاز يضاف إلى السجل الحافل لوزارة الصحة. أكيد لديكم العديد من الباقات الجديدة والمتنوعة للمرضى من الخدمات الخاصة بمجلس أقسام جراحة العظام. اليوم أدخلتم جراحة الروبوت ليقتحم بالفعل غرف العمليات لإجراء عمليات جراحية معقدة ودقيقة. هل لديكم الجديد من إدخال أجهزة، تقنيات، معدات، أدوات لتحسين من جودة حياة المرضى؟ نعم صحيح، الحمد لله بدأنا الآن في الروبوت المخاطب تبديل المفاصل، ومثل ما قلت لك إن شاء الله مستقبلا راح نعمم الروبوت على جميع مستشفيات الكويت اللي تسوي عمليات تبديل المفاصل. والخطوة الجاية أيضا بإذن الله راح تكون الجراحات الملاحية لعمود الفقري، وأيضا الروبوت للعمود الفقري، ولكن هذا إن شاء الله خطوة بخطوة إن شاء الله بإذن الله. وأيضا كلها راح تقلل نسبة المشاكل والمضاعفات، وأيضا تزيد نسبة رضا المرضى وسلامتهم. نعم أكيد، رضا المرضى تعتبر من سلم أولويات وزارة الصحة. بالفعل كان معنا الدكتور، يعطيك العافية ألف دكتور، ونبارك لكم بهذا الإنجاز المستحق، يعطيكم العافية. بالفعل زملائي كما ذكر الدكتور، يعني نستطيع أن ننهي حديثنا بهذه المقولة: اليوم تجتمع البراعة البشرية والتكنولوجيا الفائقة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وتجتمع أيضا الذكاء الاصطناعي كما ترون من خلفي مع الحس البشري لتقديم أداء جراحي متقن ودقيق، وذلك في سبيل تقليل مكوث المريض في المستشفى، وأيضا تقليص مدة العلاج، والتقليل أيضا من الأخطاء الطبية، وبالتالي للوصول إلى مرحلة التعافي بأسرع وقت ممكن، وتحسين جودة حياة المريض بالدرجة الأولى. هذا كل ما لدي زميلي أحمد. شكرا لك طبعا لما بارك الله فيك لك ولضيفك الكريم، وبالتاكيد يمكن مثل هذه العمليات اللي تعتبر يعني الاولى من نوعها في الكويت، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ولا تقلوا جهدا طبعا وزاره الصحه على يعني يمكن ان ياتون في مثل هذه الادوات، في مثل هذه المعدات المتطوره والحديثه. شكرا لك لما شكرا.